نروح بقى بعد كده اكتر يعني شكلا وموضوعا برضو عشان الواحد يبقى صريح. خلينا نروح بعد كده لاخبار كوفيد 19 المستمره معانا. سجلت 10 حالات ايجابيه جديده في صفوف الانديه الانجليزيه لكره القدم، ده بحسب ما اعلنت رابطه الدوري الممتاز. وخلال الاسبوع ده خضع 1595 لاعبا وفردا في الانديه لفحوصات للكشف عن كوفيد 19. جاءت نتيجه هنا 10 منهم ايجابيه، وهيخضع بقى اللاعبون او افراد الانديه الذين جاءت نتيجتهم ايجابيه للحجر المفروض الصحي. وكان هنا نادي ويست هام اعلن منتصف الاسبوع الماضي عن اصابه 2 في صفوفه بالاضافه لمدربه. كانت كمان الحالات الايجابيه ارتفعت بشكل ملحوظ جدا في بريطانيا في الاسابيع الاخيره، وده يمكن كان خبر معانا برضو الاسبوع اللي فات، مما هنا استدعى قيام السلطات الحكوميه باتخاذ اجراءات صحيه صارمه، بينها تاخير عوده جزئيه، يعني يبقى في عوده جزئيه للمشجعين للملاعب اللي كانت مقرره الاول من اكتوبر. ويمكن ده برضو كان خبر، وكنا انا وانت يا كريم ساعتها كنا بنتكلم هل ده كان اجراء سليم ام لا، واعتقد ان هو فعلا اجراء سليم، لان في حاله هنا تفشي المرض مره ثانيه على الويف اللي بيقال يعني ان هي راجعه مجددا، اعتقد هتبقى كارثه حقيقيه لاوروبا كلها يعني. فنتمنى ان ده ما يحصلش. من ضمن تفاصيل هذه الكارثه طبعا وتاثيرات السلبيه الكتير قوي الفيروس كورونا المستجد، هنقول لكم خبر ليه علاقه بهذا الامر. تاثرت ايرادات الملاعب بسبب فيروس كورونا بشكل كبير جدا. قال رئيس رابطه دوري الدرجه الاولى الايطالي لكره القدم ان ايرادات البطوله تراجعت باكثر من 500 مليون يورو بسبب جائحه فيروس كورونا. وطبعا كان في مطالبات الحكومه بإعادة التفكير في زيادة عدد الجماهير تدريجيا، وقالوا ان النظام كله على وشك الانهيار، وعشان كده ولازم نواجه هذا الامر او هذه الازمة، لازم تفكر رابطة الدوري الايطالي في بيع نسبة صغيرة جدا من شركة تم تأسيسها حديثا لبيع حقوق بث البطولة لمدة 10 مواسم. من المقرر ان الاندية هتجتمع بحلول 10 من اكتوبر على اقصى تقدير عشان يراجعوا هذه العروض وهذه المقترحات ويشوفوا ايه اللي ممكن يعملوه في هذا الاطار.